الشاليه وعلى البحر مباشرة، سابع عمارة من البحر. بسم الله الرحمن الرحيم، ده مدخل الشاليه، ودي الفرندا. الشاليه متقفل حديد بالكامل، ده مدخل الشاليه، ممر خاص بيه، شبابيك كلها متقفلة حديد. بسم الله الرحمن الرحيم، ده الريسبشن. تشطيب جبسن بورد، الشاليه مسجل في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكامل الإعدادات كهرباء ومية. دي مكتبة للشاشة، وعندنا هنا مطبخ أمريكاني، ما شاء الله حاجة مميزة جدا، وعرض مميز من قناة سوق العقارات في اسكندرية العجمي، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل. ده حمام صغير للضيوف، ودي طرق توزيع الغرف. وعندنا هنا الحمام الثاني الكبير، ومعانا هنا أول غرفة نوم. تشطيب مميز جبسن بورد، دي غرفة كبيرة ما شاء الله، شباك متقفل حديد، وعندنا هنا الغرفة التانية، شباك متقفل حديد، تشطيب جبسن بورد، ومعانا الغرفة التالتة، شباك برضو متقفل حديد. الغرفة الثالثة مميزة معانا، ليها مجهزة من خزائن ملابس، دولاب حائط،
وتشطيب مميز جيبسون بورد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ريسبشن قطعتين، حاجة مميزة جدا وعرض مميز. خصوصية كاملة وتقفيل حديد، باب على الشاليه وعلى الباب الرئيسي للشاليه، مدخل خاص بيه، فرندا كبيرة، تقفيل الحديد، موقعه 7 عمارة من البحر وبجوار نادي دانا بلازا وحمامات السباحة وكل الخدمات. ما شاء الله العرض مميز. ومعانا تفاصيل الشاليه بالكامل. الشاليه مرتفع عن الأرض، 7 عمارة من البحر، مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للقوات المسلحة، وكامل العدادات كهرباء ومية، مسجل بعقود ملكية. الشاليه كامل العدادات كهرباء ومية، وبنستلم آخر فواتير كهرباء ومية بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 150 متر، عبارة عن 3 غرف نوم، 2 حمام، ريسبشن كبير قطعتين، ومطبخ أمريكاني، وفراندا كبيرة، وجنينة خاصة بالشاليه. الموقع 7 عمارة من البحر. السعر 450,000 جنيه كاش، قابل للتفاوض البسيط. ونشوفكم ان شاء الله في شقة جديدة وعقار جديد مع قناة سوق العقارات، اسكندرية العجمي، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل. مع حضراتكم من داخل الشاليه احمد بهجت، صاحب قناة سوق العقارات، اسكندرية العجمي، مدينة 6 أكتوبر، شاطئ النخيل. نشوفكم ان شاء الله في شقة جديدة وعقار جديد من قناة سوق العقارات، اسكندرية، شاطئ النخيل. ما تنسوش تدعمونا بلايك، تشتركوا معنا كمان في القناة ليصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية، شاطئ النخيل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.